الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أخرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هذا الحديث المبارك فيه حس، فيه حظ للمؤمنين والمؤمنات على اغتنام الأيام والليالي الفاضلات، صواحب الساعات المباركات. وفي أدلة كثيرة في الشرع الشريف ومتوافرة بكثرة على بيان هذا المعنى الرائق والتأكيد عليه، منها الحس على استباق الخيرات في مواسم الطاعات، يعني إن إحنا نغتنم مواسم الطاعات دي بإن إحنا نتعرض لها بالعمل الصالح. وإحنا لما بنتعرض لها بالعمل الصالح بنبقى عرضة إن إحنا نقبل العطايا الربانية التي منحها للأمة المحمدية، زي الصلوات الخمس دي، إنه الإنسان يصليها على وقتها ويجتهد في الخشوع فيها ويؤديها بحقها ويصلي كما كان يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الجمعة إلى الجمعة، وإدراك الإنسان لما في الجمعة من الساعة التي يقبل فيها الدعاء، وإن يوم الجمعة ده يوم طاهر ومن الأيام المباركة، رمضان إلى رمضان، ويغتنم المؤمن رمضان خير اغتنام، ويغتنم منه كمان بالذات العشر الأواخر منه ليلة القدر، وبيسعى للاجتهاد في العشر ليظفر بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ويوم عرفة من الأيام المباركة، وجاي يوم عرفة في مدح الله سبحانه وتعالى لليالي العشر وهذه وأيامها المباركة في شهر ذي الحجة اللي بيؤدي فيه المسلمون ركن العظيم، ركن الحج. في كمان من الأوقات الشريفة التلت الأخير من الليل ساعة يوم الجمعة كما ذكرنا، الدعاء كمان. دي كلها المواسم والمواضع والأوقات الشريفة، سواء أزمان شريفة، أيام شريفة، الشرع الشريف، أو أماكن أو أحوال شريفة. الشرع الشريف بيحض المؤمنين والمؤمنات على ضرورة استثمار وقت الإنسان في العمل الصالح، وإنه يدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال المباركة، زي مثلا حال السفر، في مواضع السجود عقب الصلوات، عند بر الوالدين وسؤال الدعاء، تسأل إن هم يدعوا لك. كل هذا يدل على نفس المعنى اللي دل عليه الحديث المذكور، وهو اغتنام الأوقات والأزمان والأحوال الشريفة للعمل الصالح فيها، لأن طالما جت إشارة عنها في الشرع يبقى هي مواسم عطايا ومواهب ربانية اللي ممكن تعمله في سنين كتيرة في هذه الأوقات والسويعات القليلة، يتفتح بعطاء الله وبمدد الله الحي الباقي لعبد أخلص في هذه الأيام وفي هذه الليالي الشريفة وفي هذه السويعات المباركة، يعني يعمل عمل صالح ويتقبل منه ويضاعف له الثواب عليه، يقابله مثلا ساعات كثيرة أو أيام أو سنين من الأعمال، لحظة يخلص فيها الإنسان لمولاه سبحانه وتعالى فيستخلص، وإنه يبارك الله سبحانه وتعالى عمله وثواب العمل اللي بيعمله لأنه أخلص لله رب العالمين. وبلا شك إن من تلك النفحات
العطايا. يقول نفح الطيب يعني فاح عطره، نفحت الريح يعني هبت هبوبا، لكن هبت هبوب قوي. فالنفحة بمعنى العطية بداية العطايا، ولكن بداية قوية للعطايا. فما تقول يقول لك النفحة من فلان، العطية بداية العطايا اللي بتبتدي بعطية كبيرة، العطايا الإلهية اللي بتمنح للمؤمنين والمؤمنات في هذا الزمان الشريف. من المنح دي ومن العطايا دي الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة وأيامها المباركة، هي أيام وليالي عظيمة وأوقات شريفة بيستحب فيها من المؤمنين والمؤمنات الاجتهاد في العبادات والمسارعة إلى جميع وجوه البر والخيرات. زي ما ذكرنا في بداية الكلام، قمة العمل الصالح أول حاجة الإنسان يلتزم بيها، إذا ما كنتش بصلي أصلي، وإذا كنت بصلي ولا أجود في صلاتي أجود في صلاتي، بمعنى إن أنا أخشع في الصلاة اللي أنا بعملها. وبعد كده إني الإنسان ما كنتش بزكي أزكي، ما كنتش إن أنا أصوم أو بصوم بطريقة مش منضبطة أبدأ في الصيام قضاء الصيام اللي عليا، لو ما كنتش يعني متلكئ في أداء الفرض في رمضان أبدأ أستغفر الله في هذه الأيام الصالحة وأعود إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العمل الصالح فيها أفضل من العمل في ما سواها. مش معناه ان احنا نترك الاعمال في سواها، لكن علينا نستثمر ان احنا نكثر اللي ما كنتش بعمله قبل كده في ايام العاديه، اكتر منه في هذه الايام الصالحه لاستثمار العمل الصالح فيها. ولان المولى سبحانه وتعالى بيضاعف في هذه الايام والليالي الشريفه بيضاعف فيها ثواب الاعمال. فلازم تكون اهي وقفه ثانيه مهمه للمؤمنين والمؤمنات اللي ممكن يبقى حصل منهم غفلات وغفوات، يرجعوا. ما بصليش صلي، ما ممكن يبقى مؤمن عاصي مكسل في الصلاة، ارجع للصلاة. بصلي ما بصليش السنن، صلي الفرض وأتقن الصلاة وصلي معاها السنن واجتهد في ذلك، وافتح على نفسك هذا الباب من الخير. ربنا أقسم استغل الأيام والليالي الشريفة دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه وقال والفجر وليال عشر. ده قسم، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، وإحنا نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهي إشارة للمؤمنين والمؤمنات بعظم وبشريف هذا الزمان. فالإنسان عليه إنه يبذل أقصى ما في وسعه في هذه الأيام والليالي الشريفة عشان تكون بداية مش نهاية، بداية لصوالح الأعمال اللي في زمن النفحات، فيتنفح الإنسان تجيله عطية من الله سبحانه وتعالى لا يشقى بعدها أبدا. اجتهد المفسرون في تعيين إيه هي الليالي دي في قوله تعالى والفجر وليال عشر، عشان نشوفوا إيه المقصود بليالي العشر في سورة الفجر. يعني هي ليالي بتوع شهر رمضان ولا ليالي الأول من شهر ذي الحجة؟ إلا إن القول الراجح إنها خاصة بعشر ذي الحج اللي احنا فيها دي. وأورد حتى الإمام القرطبي صاحب التفسير أثرا من حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والفجر، في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال عشر الأضحى. يعني دول مقصود بيهم ليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة وأيامها المباركات. ورد في فضل تلك الأيام في صحيح الإمام البخاري إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لحضنا على العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني الأيام دي معنى الحديث اللي هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، معنى الحديث نستكثر من الخير في هذه الأيام.
والصحابة حتى سألوا سيدنا رسول الله لما قال لهم كده، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعين الجهاد ما فيه أهل فلسطين الحبيبة، ودول ظفروا بالعمل الصالح لأنهم أهل ذكر وبالجهاد في سبيل الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال، وحديث الإمام اللي رواه الإمام أحمد في مسنده بيوضح كمان العمل الصالح، وهو بيروي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وبعدين قال إيه؟ يعني دي أحب الأيام إلى الله، وأحب الأيام إن المؤمنين والمؤمنات يكثروا من العمل الصالح فيها. فهو قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما الأمة: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني نكثر من الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نكثر من الحمد الحمد لله، صيغ الحمد والتكبير والتهليل تعم هذه الأيام. يعني ده بيدل في الحديث على استحباب الذكر والتكبير المطلق في هذه الأيام والليالي. يعني إيه التكبير المطلق؟ التكبير المطلق هو اللي بيعم كل الأوقات. يعني إحنا من أول ما دخل العشر الأول إحنا بنكبر بقى ليل نهار، بنكبر، تدخل من أوضة تخرج من مكان، قدر طاقتك كبر، وتعلم ولادك إنهم يكبروا. نكبر ونحمد الله سبحانه وتعالى ونهلل بلا إله إلا الله. ودي من السنن المهجورة، إنه لما بيدخل شهر ذي الحجة بينسى الناس إقامة هذه السنة، وهو التكبير المطلق، بإن إحنا نكبر ونهلل ونعلم ولادنا. وحنشوف دلوقتي كيف كان الصحابة الكرام يعني يهللون ويكبرون عند دخول هذه الأيام. طيب إيه الفارق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المقيد هو الخاص اللي بيكون عقب الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق اللي هو رابع يوم من أيام العيد، ده مخصوص بهذه الأوقات. التكبير المطلق إن إحنا حنعمم كل الأوقات بقى بالتكبير والتهليل في هذا الزمان الشريف. ومن ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري إنه كان ابن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر. طب يخرجوا إلى السوق بيعملوا إيه؟ ويشمعنا السوق الناس بتبيع وبتشتري واللي داخل واللي خارج. فيخرج ابن عمر وسيدنا أبو هريرة يكبران الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبروا. فيكبر الناس لتكبيرهما، يعني كأنهم زي المذياع اللي بيخرج وقت انشغال الناس في الحياة بتاعتهم في الأيام كلها من أول دخول الأيام العشر، فيكبروا اللي بيسميه الفقهاء التكبير المطلق، يكبروا ويحمدوا الله ويقولوا لا إله إلا الله، والناس تكبر بتكبيرهما. وهي من السنن، أأكد، من السنن المهجورة اللي بننسى إن إحنا نعملها. إحنا النهاردة نبدأ، اللي ما كانش عارف يبدأ يكبر في بيته، يكبر في العربية، يكبر في أي مكان. الناس تشيع الذكر وله فضل عظيم، ولله جنود السماوات والأرض. فضل هذه الأيام مبارك وعظيم. طبعا الأشهر الحرم كلها أيام وليالي شريفة بيحب فيها الاستكثار، ويستحب الإكثار من العمل الصالح. وفي الأشهر دي شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة اللي بيؤدى فيه ركن الحج. التمس العلماء بعض الحكم، يعني حاولوا يفهموا ليه هذا الفضل، ليه العشر ليالي والتسع أيام وهذه الأشهر كاملة، يعني بالذات شهر ذي الحجة له هذا الفضل. فقالوا لأنها أيام هذه العشر متصلة بالحج، وفي نهايتها يوم عرفة اللي هو يوم تسعة
من ذي الحجة، ولهذا اليوم فضل عظيم ومعروف. وكمان مما قالوا فيه، قالوا لأن هذه الأيام المباركات في شهر ذي يعني في هذا الشهر المبارك أيام متصلة بأداء عبادة الحج، وبالتالي عشان هي متصلة بها فإحنا بنأدي صلاة، والناس بتتطوع بالصيام من السنن الواردة، الصيام والزكاة، الناس اللي بتحب إنها طبعا بتزكي وبتطعم، وفيها الحج، قال لك دي برضو بتجتمع فيها أمهات الأركان. وكذلك قالوا لأن بيبقى فيها يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر والفرح الأعظم، وده بإتمام ركن عظيم من أركان هذا الدين، وكذلك بفعل شعيرة عظيمة من شعائر تلك الشريعة الخاتمة، وألا وهي شعيرة الأضحية. أما بقى فيها يوم عرفة اللي هو يوم 9 من شهر ذي الحجة، يوم عرفة هو يعني أفضل الأيام عند الله تعالى، وكما هو وارد في صحيح ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، حجاج هم جايين وفي ملابس الإحرام وجايين شعثا غبرا، جايين مشاوير ورايحين وجايين، لأن العبادة دي هذا الركن العظيم جزء أصيل منه الأسفار والمرواح والمجي، وبيروح يؤدي الشعيرة دي وينتقل من الشعيرة دي للشعيرة الأخرى وهكذا. فجاءوا شعثا عبادي، جاءوا شعثا غبرا، ضاحين جايين في حرارة الشمس الشديدة دي عشان يقوموا بهذا الركن العظيم. جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. طبعا احنا ابتدينا الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، كلنا رغبة ان احنا نوصل الى يوم عرفة وإن إحنا نكون من أهل العتق. فاعتبروا 9 أيام، 8 الأولانيين منهم مرحلة الاستعداد والتطهير بالتوبة إلى الله العظيم، وكلنا يحتاج إلى التوبة. نتوب إلى الله ونستغفر إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وموعود الخير اللي في هذه الأيام والليالي المباركة يتحقق لمن تحقق في هذه المعاني. تحقق في هذه المعاني بمعنى أنه ابتدينا هذه الأيام بإعلان التوبة لله سبحانه وتعالى، وبكثرة الاستغفار للمولى سبحانه وتعالى. وبعد كده اللي ربنا يفتح عليه ويقدر يصوم جميل، اللي يقدر يقرأ القرآن الكريم، إطعام الطعام، صلة الأرحام، بر الوالدين، كل الأعمال الصالحة، يسعى ويتسابق، والذكر الذكر الذكر، نعمم أوقاتنا بالتكبير والتهليل والاستغفار، الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله على طول. أكيد اللي استعد في 8 الأولانيين دول كده وربنا أكيد يوفق، فنسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين في البدايات وفي الختام وفي النهايات، فنستعد بهذا. وأكيد بيستحب استحبابا مطلقا للمسلم بلا شك في هذه الأيام المباركة صيام الأيام 8 الأولى من شهر ذي الحج، بيستحب لأنها من الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام. بالنسبة بقى للصيام يوم عرفة، هو يوم 9، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وحث على صيامه، كما هو وارد في صحيح الإمام مسلم بسنده، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة
التي بعد. يبقى النبي حضنا تحضير يعني وحث واضح على صيام يوم عرفة. ربنا كرم المؤمنين والمؤمنات بالاجتهاد في ان هم يصوموا الثمانية اللي قبلهم، فتبقى صمت التسعة ايام. يبقى ده نسأل الله سبحانه وتعالى واحنا في الصيام كده بنلح كل يوم يجعلنا من عتقائه يوم عرفة، يجعلنا من عتقائه من النيران، يجعلنا من عتقائه من النيران، ويأذن بفرجه لكل المستضعفين في كل مكان. أما بالنسبة لصيام يوم العاشر من شهر ذي الحجة اللي هو يوم العيد، ده محرم صيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام. فهو وأيام التشريق الثلاثة بعد أيام بعده، يعني يوم اللي هو يوم النحر ده محرم، والثلاث أيام اللي بعده اللي هما ثلاث أيام اللي بنسميها أيام التشريق، يبقى أنت عندك 10 11 12 13 اللي هو يوم 10 والثلاث أيام اللي بعده، دول أيام زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يعني هي أيام نسعد فيها ونمرح بالطعام والشراب ونذكر الله سبحانه وتعالى ونغفل عن ذكري في أيام اللي هي يوم النحر أو اليوم العيد والثلاث أيام اللي هما ثلاث أيام التشريق اللي بعدهم، بناكل وبنشرب وبنود بعض وبنصل الأرحام ونعمم ذكر الله تعالى. يعني بيستحب في هذه الأيام كذلك الإكثار من ذكر الله تعالى، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويستحب استحبابا أكيدا في هذه الأيام الدعاء، وخاصة يوم عرفة كثرة الدعاء في هذه الأيام والليالي الشريفة. شوف اللي ليه دعوة عند الله، اللي ليه طلب يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى إنه يمنحه الخير ويأذن له بالخير. ولا ننسى أن ندعو لبلادنا، وندعو لأهل فلسطين، وندعو لأهل السودان، وندعو لكل المستضعفين في كل البلدان. نسأل الله سبحانه وتعالى فرجه والتوفيق إلى نصره، ولا ننسى كثرة الدعاء يوم عرفة. ففي سنن الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا يعين الناس كلها أنهم يكونوا نحن وأنتم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي نفس الوقت يعيننا على الصيام قدر طاقتنا في الأيام الثمانية الأولى، وفي يوم تسعة هي طبعا بيسن صيام يوم التاسع اللي هو يوم من شهر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا وإياكم من الموفقين والموفقات، فمن وفق إلى ذلك فقد وفق إلى خير عظيم. ولا ينبغي في هذه الأيام الطيبات أن احنا نقف بس عند العبادات الظاهرة فقط، لكن كمان علينا الاعتناء بالقلوب. عمل القلب ده مهم، ما هي النية محلها القلب، عمل القلب ده مهم. نخلي القلوب من السوء، من القبح، من البغض، من الحسد، من الكره، من تمني ما عند الغير، من النظر إلى الآخرين، من عدم الرضا بما قضى الله وقدر. كل دي أمور لازم نطهر القلوب منها. يبقى تخلية القلوب من كل سيء وقبيح لتحليتها بكل حسن وصحيح، لأن القلب ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وبصلاح القلب تنصلح الجوارح وتعمل على هدي ونور. وكذلك يستحب في هذه الأيام المباركة يعني إدراك بقى أهل الفاقة والاحتياج، ده من العمل الصالح اللي بيسعى الإنسان. لو ما كنتش أنا بعمل كده في أيام العادية الطبيعية، في هذه الأيام والليالي الشريفة المبجلة المعظمة أسعى إلى أنه يتعدى خيري إلى الغير. ده مهم جدا. إطعام الطعام، وإطعام الطعام مهم، كساء المحتاج، أن إحنا الناس اللي محتاجة علاج، الناس اللي محتاجة كساء، الناس اللي محتاجة دواء،
الناس اللي محتاج، الناس اللي احنا بنتأكد ونعرف انها تكون محتاجة، فنسعى لان احنا نمد اليها يد العون. خير الناس انفعهم للناس، ودي عبادة مهمة، جبر خاطر الناس فيما يحتاج اليه الانسان. ممكن يحتاج الانسان لنصيحة، ممكن يحتاج الإنسان لوقفة طيبة، ممكن يحتاج الإنسان إلى كلمة طيبة مني تضمد جراح ذلك الشخص، ممكن يحتاج الإنسان إلى أشياء كثيرة ما تستهنش. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ما تقولش على أي خير أنت بتعمله، يعني هيتبص للمعروف ده، هينظر، هتكتب به حسنات، قد يكتب به عظيم الحسنات على قدر ما في قلبك من إخلاص النية عند فعله. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ولو أنت مش لاقي حاجة تقدمها فابتسم في وش الناس، فالابتسامة لها أثر طيب في إنها بتعمل انشراحة في الصدور، بتعمل مودة وألفة بين المؤمنين. فالإنسان حتى ما عنده أبسط الأشياء اللي هي الابتسامة الطيبة قد يستقل بها الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى إنه ما تقللش من أي قدر من الخير تقدمه، ولو طبق من الطعام، ولو ملابس عند الإنسان اشتريت جديد وعندك ملابس قديمة لكن صورتها طيبة تنظف وبعدين تكوى وبعدين أهديها لمن يحتاج. إطعام الطعام في هذه الأيام ضرورة، إعانة كل محتاج ضرورة من أفعال الخير اللي أنت تنوي تعملها في أيام هي حبيبة إلى الرحمن، العمل الصالح فيها أحب إليه مما في سواها، العمل الصالح فيها مضاعف فيه وعليه الأجر والثواب. ده معنى الخير اللي يتعدى نفعه إلى الغير. يبقى نسعى إلى أن نكثر من الخير المتعدي الذي يتعدى نفعه إلى الغير من الأنام، فإن الخير المتعدي يفضل بلا شك الخير اللازم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب فضله ورحمته ومغفرته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النيران. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وعلى وجه الخصوص في فلسطين، وأن يحفظ أرضهم وأعراضهم، وأن يقر أعيننا بعاجل نصرته جل جلاله بسر اسمه العظيم الأعظم، وبسر هذه الأيام والليالي الشريفة المعظمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا هناخد الأسئلة عشان بس الوقت معانا. أستاذة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة فاطمة، ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله، الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير وسلام. آمين جميعا يا رب. آمين أجمعين، آمين أجمعين. أنا كان ليا بنتي دكتورة، هي متدينة جدا والحمد لله ما شاء الله عليها، ملتزمة وليها ورد قرآني كمان كل يوم، ما شاء الله، وتصلي قيام وكل حاجة.
ومحبوبة جدا من أهلها وزملائها. بس كان بتقدم لها ناس كتير، يعني كان بيحصل رفض لأي سبب، أو حتى لو وافقنا ومشينا خطوة بص نلاقي الموضوع ما بيكملش خالص. لدرجة حتى زاد قوي، المواضيع دي زادت بعد ما خدت الدكتوراه. فاضطريت اوديها للشيخ، ناس قالوا لي شيخ بيقرا لها قران ويدعي لها وكده يعالجها. وديتها لشيخ صالح، يعني قعد يقرا لها قران وقال لي ان هي محسوده جامد. وبعد كده بصيت لقيته وهو بيقرا قران جات لها تشنجات جامده، لدرجه كان بيمسك ايديها ويشد ويقول اطلع اطلع يعني كده. طبعا خفت عليها جامد وما كررتش المواضيع دي. بس انا لقيتها حتى هو اداها ايات قرانيه ورؤيه شرعيه تقراها وتسمعها على سي دي كده. سمعتها في البيت برضو كان بيحصل لها تشنجات. في الاخر ما بقتش بقى اوديها خالص للشيخ ده. في الفتره الاخيره بصراحه زادت المواضيع دي خالص، خاصه لما بيتقدم لها حد وفي اي وقت ابص الاقيها بتصرخ وتقول مش عايزه، انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اموت. وخاصه وهي استغفر الله العظيم يا رب في ختام الصلوات، انها ختام الصلوات تقعد وتدعي، ابص الاقيها مره واحده بتصرخ ومش عايزه حاجه، انا مش عايزه حاجه. هي بنتك كم سنه ست فاطمه؟ حاليا 39. 39. طيب هي ما سبقش جالها مرض نفسي او حاجه؟ لا خالص. طول عمرها كانت ما شاء الله عليها ومتفوقة في دراستها جامد، وحتى كانت حافظة أجزاء من القرآن. طيب، وكانوا بيدوا لها جوايز. طيب السي دي أو السي دي اللي اداها لها أنت سمع قرآن؟ كله قرآن؟ كله قرآن. وقال لها أنت هي تسمع القرآن بالترتيب اللي هو بيداه لها ده؟ وأثناء استماعها للقرآن بيحصل التشنج ده؟ كان برضو بيحصل تشنج. تمام. بس الكلام ده بقى له فترة طويلة، يعني دلوقتي رجعت لها تشنجات أكتر والحاله بتشد، يعني في رمضان اللي فات شدت جامد معاها كانت في كل، لكن هي بتصلي وكل حاجه يعني ماشيه، بتصلي لحد دلوقتي الحمد لله، والقيام ومواظبه على كل حاجه. كل حاجه الحمد لله. ان شاء الله ربنا يصرف السوق، ان شاء الله ربنا يصرف السوق، ان شاء الله خير ما تقلقيش. شكرا يا استاذه فاطمه. ست ام محمد. ازيك يا دكتوره نادية؟ اهلا وسهلا ست ام محمد. انا فرحانه اول انا بكلمك، انا كلمتك قبل كده وبحبك والله. احبكم الله الذي احببتمونا فيه. شكرا لحضرتك، اتفضلي بالسؤال. بقول لك انا كنت مكلماكي قبل كده على اخويا. ايوه. اللي هو مش بيكلمنا وكده، وانت قلت لي كلميه ومش عارفه ايه وكده. نعم. جيت كلمته قرب في رجب وفي شعبان وفي رمضان ما رضيش يكلم حد فينا. عملتي اللي عليكي خلاص. انا دلوقتي بقى مثلا مش عايزه اكلمه او ما بكلمه. انت في المواسم كل موسم كده تكلميه وهو حر، يبقى انت وبيقفل. خلاص انت قد عملتي اللي عليكي. انت ما هي اوصل من قطعك، هي صله الرحم مش اللي بوصل اللي بيوصلني، بوصل اللي بيقطعني. هو ده السؤال يا ام محمد؟ ايوه. في حاجه تانية؟ طيب انا هجاوبك باستيفاء في فقره الرد، لكن قولي لي لو في حاجه تانية. ماشي. انا بقرا يعني بصلي، بس بقرا ايات معينه لان انا مش متعلمه يعني قوي. واما باجي اقرا في المصحف ساعات بحس ان لساني مش بينطق اللي مكتوب. طيب فكده ليا الثواب ولا ايه؟ فبتحرج فبروح قافله المصحف، بغلب لحسن انا اقول كلمه غلط غير اللي مكتوبه. يعني انت في حفظك للقران حافظه شويه يعني ايات حفظة بتصلي بيهم هم يعني بيه. فصلاتي كده مقبولة ولا لا؟ ده بالنسبة للصلاة بأنك بتقولي آيات معينة محددة، وبالنسبة للقراءة من المصحف أثناء الصلاة ولا وانت بين يعني كقراءة عادية؟ لا، وانا قاعدة كده مثلا بقرا في المصحف ساعات بلاقي ايه يعني الصراحة انك مش قادرة، مش عارفة تقري، انك مش عارفة تقري. الكلمة صح. حاضر. معانا أستاذة صبرا. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ست صبرا، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. الحمد لله ست الكل، الحمد لله رب العالمين. بحبك مش قادرة أقول لك قد إيه. ربنا يصلح حالك. ربنا يجمعنا. آمين 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 أجمعين، آمين أجمعين. يا رب يصلح حالك. أنا عايزة بس أستأذن حضرتك بس نوطي التلفزيون، اسمعيني من التليفون بعد إذنك. ماشي.
أشكرك. عشان الصدى، صدى الصوت على الآخر خالص، معيني من التليفون. أنا دلوقتي بصلي أوقات من اللي عليا، بس جميل. بصلي كل يوم مثلا فرضين 8 يعني مثلا عصر 8، الظهر 8، المغرب 3، 6، العشاء 4، 8 كده، وباقي لحد الفجر والضحى بصليهم اربعات اربعات، يعني مثلا اصلي الفجر اربعة اربعة كده من اللي عليا واصلي اربعة تاني. لا ثانية واحدة، منفصلين طبعا، منفصلين. منفصلين يعني اتنين قصدك، اتنين. لا انا بصلي اربعة اربعة. ازاي بتصلي الفجر اربعة اربعة؟ ما انا بقول لحضرتك عشان كده انا مش فاهمه. يعني انت معلش خلينا كده، خلي حضرتك معلش نفسك طويل معايا. يعني حضرتك تقصدي ان انت بتقومي تيجي تصلي مثلا العصر 8 ركعات، 8 ركعات متصله؟ لا يعني اصلي اربع ركعات واسلم وارجع اصلي اربع ركعات تاني. تمام. وصلت والمغرب اللي انت بتقولي 6 ركعات، 3 وتسلمي و3 وتسلمي، وتسلمي المغرب. والفجر نفس القصة، نفس القصة. طيب فحضرتك بتسألي الطريقة دي صح ولا لا؟ والله طيب غلط. وبعدين انا دلوقتي كنت معلش تعبانة شوية، فكنت بصوم يعني كنت بصوم يعني فاهم يوم الخميس، بحيث ان نرجم العشرة ذو الحجة في يوم. جيت تعبت عليكي. جت بنتي فطرتني بالعشاء يعني كده، وقالت لا رحت للدكتور وكده وتعبت، فقال لي فطرني بالعشاء اليوم ده. فانا النهارده برضه فطرت صح يعني صمت، بس مش قايله لهم. وكل دلوقتي كل ما باجي اصلي يعني انت يعني بسبح كده ربنا يفتح كده اللي هي سهلت، ربنا يفتح عليكي. بس يعني ايه، نمشي بعقل. أنا بس عايزة أسأل سؤال، أنتِ كان عليكي أيام يا ست الكل وعايزة تقضيها في أيام التسع أو الأيام الصيام التسع دول. الأيام دول عليكي كان من زمان يعني. الأيام اللي أنا بصليها. صلاة ولا صيام؟ لا الصلاة أنا لا خلاص إحنا سألنا الصلاة، بالنسبة للصيام. للصيام لا أنا بصلي الاثنين والخميس والثلاثة القمرية. دول كده تطوع، تطوع مش أيام عليكي، تطوع. تطوع. طيب حاضر. ايوه فانا بصليهم، بس بقى جيت دلوقتي تعبت، فيا دوب ابتديت صلاه من دلوقتي من النهارده صوم. ابتديت الصيام مش صلاه. تمام حاضر. حاضر. لكن في العادي حضرتك بتصومي رمضان ولا الطبيب مانع على حضرتك صيام؟ لا بصوم الحمد لله، الحمد يعني لله. يعني الطبيب مش الطبيب الطبيب مش قايل لك لا مش انت عيانه بمرض مانع انا قايل لي بس انا بصوم يا حياتي، انا بصوم يعني مش قادره افطر. بس انا بصوم يعني الحمد لله بفطر. طيب اسمعي مني بقى يا ست صبرا عشان بس ايه، اسمعي مني بعد في فقره رد يا رب ان شاء الله يبارك في الوقت ونجاوب على حضرتك وعلى الاسئله اللي معانا. هنطلع الفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى وتيسيره. لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اهلا بكل مشاهدينا الكرام. الست فاطمه زعلانه جدا على بنتها، البنت دكتوراه ومتدينه ولها ورد قران يومي، وبعدين بتقول ان هي لما لقيت ان على طول بيتقدم لها عرسان وهي ما بتوافقش عليهم، خدتها لحد يقرا عليها، وبعدين قال لها دي محسوده، وبعد كده لما بتسمع القران بيحصل تشنجات وكده. على كل ظروف يا ست فاطمة، أنا هعتبر أن أنا مش لاقي حد، أن أنا أو أنا مش واثقة في إنسان أنه عشان يمسك بنتي ويقرأ عليها والكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، وفي بعض التجاوزات اللي لا تليق. فالأصل أن الإنسان بالنسبة لأمر الزواج عموما يدعو، حتى بدعاء سيدنا موسى، وقلنا أن هو من الأدعية الواردة في ذلك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكمان نقرأ سورة الضحى 40 مرة من المجربات، كل دي من الأمور الطيبة الإنسان يجتهد فيها على قدر طاقتي. بالنسبة لمسألة الجواز من عدو، كل الأمور دي بقدر الله سبحانه وتعالى، وكلها اسمة ونصيب، حتى بما فيها الابتلاء بالحسد أو بخلافه. لو ابتلي الإنسان بحسد أو ابتلي بسحر
هو في ابتلاء وهو في امتحان، ومقدر له يحصل على أشياء معينة في وقت معين أراده الله سبحانه وتعالى. تعيقه بعض الأسباب، ما هو برضو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للرقية، ترقي نفسها، هي ذاكرة أصلا، هي ذاكرة أصلا، ولكن هي دلوقتي كأنها بتكافح حاجة، فمحتاجة مزيد من التحصينات الشرعية. ما تروحش لحد، هتعمل إيه؟ هنبدأ البقرة لا تنعدم من البيت أبدا، على الأقل على الأقل مرة كل أسبوع. يعني هتقسم البقرة على الأسبوع، عشان حد ما أقدرش أقولها مثلا كل يوم، يعني في بعض من العلماء يقول لك تاخدها كورد يومي في مثل هذه الحالات، لكن ممكن ناخدها على أسبوع، تقسم ده مع أورادها اللي هي بتجيبها. ونقول التالي: تقرأ فاتحة الكتاب، أول 5 آيات في سورة البقرة، الآية 102 في سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، تاخد 10 آيات الأولى من سورة الصفات، تاخد سورة الزلزلة والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يوردها، تقرأ على مية وتشربه، تقرأ على ماء زمزم وتشربه، وترقي نفسها مع أذكار الصباح والمساء العادية. تاني حقول هذه الرقية، وفي أن الرقى يعني بنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، مش اعتقدنا أن الرقية بذاتها تفعل شيئا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بفضل هذا القرآن العظيم. فاتحة الكتاب سورة الفتح، أول 5 آيات في سورة البقرة، الآية 102 في سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، 10 آيات الأولى من سورة الصفات، سورة الزلزلة، والمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفرق، قل أعوذ برب الناس. تقرأ الورد ده مرة، 3، 5، 7 كما تشاء، رقم فردي. ولو قرأته مرة صباحا ومساء، تقرأ على نفسها، تقرأ على ماء وتشربه، ما تروحش لحد، وتدعو الله كل يوم 2 ركعات لله، يصرف عنها السوء والأذى. مين اللي هيكشف الضر والسوء إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده. والإنسان لما بيتحقق في أنه عبد موحد لله، خلاص ما بيشوفش إلا هو الفاعل الحقيقي في كل شيء، ما فيش نفع ولا ضر حقيقة إلا من الله سبحانه وتعالى. كل ما بقرب من المعنى النوراني ده بينحرق مسواه. تصلي 2 ركعات كل يوم لله سبحانه وتعالى، بأن يصرف عنها السوء والأذى، وحضرتك كذلك. وإن شاء الله نسأل الله العلي العظيم أن يصرف عنها السوء، يصرف عنها السوء والفحشاء، يصرف عنها السوء والفحشاء، إنه ولي ذلك وهو القادر سبحانه وتعالى عليه، لا إله إلا هو. وادعي لها أنت كمان سيدتي الفاضلة. معلش سريعا، الست أم محمد، أنا عارفة أن الوقت خلاص. ست أم محمد، بتوصلي أخوكي وبيقطع، الأصل هو صلة الرحم، اللي بيقطع صلته بي، وليكي في ده أجر عظيم، أنك أنت بتوصليه وهو مصمم يقطع. لا، العبرة في أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني. حضرتك بتصلي بآيات معينة، اللي بتعمليه سليم وصلاتك مظبوطة، واجتهادك في قراءة القرآن قدر طاقتك، لك عليه أجران، بس اجتهدي برضو، اسعي أنك أنت تتعلمي إزاي يتلى القرآن الكريم مظبوط، لغاية ما تلاقي من يعلمك، تقدري تسمعي الصورة قدر الطاقة من على النت أو حاجة، تسمعي الصورة مكررة أكتر من مرة اللي أنت عايزة تقريها، وده هيبقى مساعد إلى أن تجدي من يعلمك كيف تقومي بقراءة القرآن الكريم. اللي حضرتك بتعمليها ست صبرة مظبوط، بتصلي صلاة ومعاها صلاة إلى أن يتم قضاء ما عليك من أداء الصلوات. وليا تفصيلة كده صغيرة إن شاء الله غدا نقولها لحضرتك. وبالنسبة بقى للصيام ده هنجاوب عليه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وما تشقيش على نفسك، الاستطاعة هي أساس التكليف، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام،
اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، 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 نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، يا من كنت قبل كل شيء، يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء. اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم ولنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع، إنك يا مولانا سميع، سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد